بعد استحداث المحافظة السامية للرقمنة تتواصل المساعي لرسم خطة فعالة في هذا المجال، حيث يحتضن المركز الدولي للمؤتمرات بمشاركة أكثر من 360 مختصا فعاليات الورشات الوطنية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تحت شعار معا من أجل نهج تشاركي لتحول رقمي فعال. إن الهدف الأسمى من الرقمنة يكمن في إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والاقتصادية، بالانتقال من تسيير كلاسيكي قائم خاصة على الورق إلى الحوكمة الرقمية التي ترتكز أساسا على استعمال تكنولوجيات الرقمية الحديثة من أجل تعزيز مبدأ الشفافية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية مع ضمان تقديم خدمات عمومية نوعية ومؤمنة وسريعة بأقل تكلفة. من بين الإشكاليات هي الأمن السيبرياني اللي هو أمر مهم لأنه يمس بالسيادة الرقمية، لأن كل الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها القطاعات فيها تداول معطيات المواطنين والمؤسسات ومن بينها معطيات يعني حساسة، فلازم نحرص على أن نحمي هذه المعطيات من الجرائم الإلكترونية، وكذلك نحمي البنية التحتية والشبكة باش تبقى الخدمات الإلكترونية دائما شغالة، وإلا راح توقع لنا مشكل وهذا تحدي كبير. ضبط الجانب التشريعي أحد المحاور التي تراهن عليها هذه الورشات لتحقيق تحول رقمي فعلي يتماشى مع التغيرات المفروضة على أرض الواقع، حيث ينتظر أن يكون المشروع جاهزا خلال الثلاثي الأول من العام المقبل. هذا المسار التحول الرقمي من خلال يعني هذه الاستراتيجية راح يسمح يعني بإعطاء يعني الأسس الصلبة لتحول رقمي مستدام وفعال، وفي نفس الوقت كما أشارت السيدة الوزيرة في كلمتها يعني راح يعطي أيضا فرصة لاستحداث قانون للرقمنة، وهو قانون يعني راح يكون يعني الأرضية التشريعية والتنظيمية لكل النشاطات المتعلقة بمسار التحول الرقمي. هذا القانون راح يعطي ايضا توجه في مجال الضبط وفي مجال التحفيزات وخاصه في مجال تشجيع يعني الاقتصاد الرقمي. الحركيه الاقتصاديه التي تعيشها الجزائر تجعل من التحول الرقمي حتميه تفرضها الظروف لجعله رافضا لدعم وحمايه الاقتصاد الوطني. اليوم لا يمكن أن نتكلم على رفع من الأداء الاقتصادي بدون أن نتكلم على ضرورة تعميم استعمال التكنولوجيات الرقمية في كل القطاعات، نتكلم على الصناعة، على الفلاحة، على السياحة، على القطاع المنجمي، كلها تحتاج إلى يعني استعمال وتجسيد يعني التكنولوجيات الرقمية. الجزائر التي قطعت أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة تراهن على تحول رقمي حقيقي لتحييد العقبات والمخاطر وتحسين الخدمات العمومية عبر استغلال التكنولوجيا بأحسن طريقة.